متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد، حيث تتأثر المنطقة الجنوبية الغربية والغربية من المملكة بحالة من عدم استقرار الجو يمكن اعتبارها بالقوية، حيث تهطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار في عموم منطقة جازان وعسير والباحة. تمتد هذه الأمطار نحو الطائف والمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وتمتد شمالا حتى المدينة المنورة. كما لا يستبعد أن تتأثر منطقة الرياض والعاصمة الرياض بحالة ضعيفة من عدم استقرار الجو، تهطل على إثرها زخات من الأمطار، وترتفع درجات حرارة في المنطقة الشمالية والشرقية، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة. يوم الاثنين المزيد من الارتفاع لدرجات الحرارة في المنطقة الشمالية والشرقية، لتكون في أواخر الأربعينيات في عموم تلك المناطق. تستمر حالة عدم استقرار الجو بالتأثير على المنطقة الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، تعطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار في منطقة مكة المكرمة والطائف، قد تعمل على حدوث السيول وأذن فيضان الأودية. نفس الشيء في منطقة جازان وعسير والباحة، حيث تتأثر تلك المناطق أيضا بحالة من عدم استقرار الجوي. تستمر حالة عدم استقرار الجوي يوم الثلاثاء في عموم المنطقة الغربية والجنوبية الغربية، فرصة السيول عالية، أيضا ارتفاع منسوب المياه. أيضا تستمر درجة الحرارة مرتفعة في المنطقة الشمالية والشرقية نتيجة لتأثر تلك المناطق بكتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة. بالنسبة ليوم الأربعاء أيضا تستمر درجة الحرارة مرتفعة في المنطقة الشمالية والشرقية، حيث تكون في أواخر الأربعينيات في حفر الباطن وأواصل الأربعينيات في منطقة الجوف وتبوك. أيضا تستمر حالة عدم استقرار الجوي تؤثر على المنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار في منطقة جازان وعسير والباحة، أيضا قد تمتد حتى منطقة مكة المكرمة. بالنسبة ليوم الخميس بإذن الله تستمر درجة الحرارة أيضا مرتفعة في المنطقة الشمالية والشرقية بسبب استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والموجة الحارة على تلك المناطق. أيضا ترتفع درجات الحرارة في العاصمة الرياض لتكون في أواخر الأربعينيات مئوية. تستمر أيضا زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن تتركز في منطقة جازان وعسير. يوم الجمعة بإذن الله تستمر حالة عدم استقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية، أيضا تنشأ حالة أخرى من عدم استقرار الجوي تكون ضعيفة الشدة في المنطقة الشمالية، تشمل تبوك والمنطقة الحدودية مع الأردن والعراق وأيضا منطقة الجوف والحدود الشمالية. وتستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة والمرهقة في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى من المملكة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.